أول مرة بغني عراقي، وكان لي زمان كتير وعدتهم لكل التحية لكل الجمهور العراقي يعني اللي امتبعني، وكنت وعدتهم من زمان ودايما يلا وين صارت وين صارت وين. وأنا عندي نقطة ضعف لهاللهجة هيدي. وما فيش أحلى من يوم الحب علشان تهدي في يارا جمهورها أغنية غير الناس، واللي هي كمان عنوان ألبومها الخليجي القادم. ناطرة الشيء المناسب واللي بيشبهني بس بطريقة يعني شوي جديدة وليطة، ويعني بتصور انه هلا وقتها يعني، وما في احلى انها تكون يعني عنوان البوم، كمان البوم 8 اغاني منوع. هالاغنيه عنوان الالبوم هي اغنيه عراقيه، كلمات ادم الحان شميم وتوزيع نور هاشم واشرف طارق ابو جوده. وبدي احكي كمان عن هالمشاركه، اول مره مع المخرج الشاب نوال باسيل، مخرج شاب كتير موهوب لبناني، انا كتير مبسوطه فيه وشايفه حالي فيه. أول شيء يارا is amazing، يعني قد ما أحكي عنه بيكون قليل. شخصيتها، روحها على الست، قدمت عوني على الكاميرا، تفاجأت صراحة. الكليب بيحكي قصة حب رومانسية بتجمع بين يارا اللي بتلعب دور كاتبة وحبيبها المصور، وحرصت يارا على اختيار القصة مع المخرج نوال باسيل لسبب مهم جدا. تشبهني الصورة اللي اليومية لقل اللي ما بيشوفوها كل الناس، يعني ببعض الكليبات ببين أكتر إذا بدك مزبطة حالي أكتر، مش مثل النهار العادي بلبس جينز وبطلع برا. فحلوة هيدا الميل اللي مش كل الناس تعرفها فيه، دايما بيشوفوني أكتر بفساتين وبحفلات يعني، فهذا الشيء الحلو. والكليب طبيعي يعني في إحساس مثل الأغنية يعني، طبيعي مهضوم قريب. علشان كده اشتغلت مع السليبرتي ستايلس سيدريك حداد على سيمبل وينتر لوكس. لوكات شغلنا على 5 لوكات أساسية حنشوفها بلوكات بيشبهوها، وبذات الوقت بيشبهوا الستوري بورد اللي حتى المخرج. بتحس ما فيهم كتير effort، they are effortless looks. حيالة ست إذا فتحت خزينتها وعم بتنقي تياب تلبسهم لكل يوم، عم نحكي فول وينتر أكيد، حتلاقي يلي لبستهم يارا. يعني حنشوفها بالكنز الصوف الكل هو مع الجينز، very casual. حنشوفها بالأوفرول الجينز مع الإسبادري بالإجر، بذات الوقت حنشوفها بفستان من الصوف مع البوتس بالإجر، الرينجر بوتس اللي هلأ كتير إن. وبما أنه أجواء الكليب رومانسية فالميك أب كان دريمي مع بوبا. مكياج اليوم رايق، رويال مثل ما هي عطول بتحب تطلع بكل إطلالاتها. ألوان اليوم أكيد سوبر natural neutral sandy colors، حلو كتير للعين وللكاميرا. والموقع اللي بيظهر في الكليب كأنه بيت هو في الحقيقة موقع تاريخي، فتم تصويره في قلعة الفجيرة، وتم إضافة الكلاسيك كار اللي كانت عجبة يارا جدا. بحبوا للتصوير وللعرض اتفرج عليهم يعني، بس ما بتخيل حالي اني سايقة هيك سيارة او عندي سيارة يعني، بس اكيد حلوين، هيدا شيء كتير ثمين يعني. واكيد ما كانش ينفع نسيب يارا قبل ما تحكي لنا شوية عن ألبومها الخليجي غير الناس. طبعا كل الأغاني الألبوم كتير بحبهم، وكتير يعني كمان بيحكوا عني بيشبهوني. وبدي أقول كمان أنه في عمل للفنان الكبير كمان الصديق زياد برجي، أغنية رائعة كمان إن شاء الله رح صورها بعد هيدا الكليب.